الستة و24 دقيقة. أهلا وسهلا بكم من جديد. قلت ضيفنا هو الدكتور رضا شرف الدين، رئيس النجم الرياضي الساحلي. تقريبا هذه المرة الثالثة إذا كان معلوماتي مش غالطة نستضيف الدكتور في حصة خاصة، حصة من توا حتى للثمانية مفتوحة لجماهير النجم الرياضي الساحلي، والحديث بالطبيعة باش يكون على واقع النجم، على الوضعية الحالية، كل ما يعيشه الفريق خاصة قبل 24 ساعة من انطلاق الموسم الرياضي الجديد وعودة البطولة إلى النشاط. سي رضا مرحبا بك. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي جوهر الكلام وكل محبين. خلينا نحكي على الطائر. نعرف اللي اليوم منذ لحظات حتى احنا بدنا كنا حاضرين في هالملتقى، خلينا نقول المائدة المستديرة اللي عملتوها حول هجرة اللاعبين الشبان نحو دول الخليج العربي. تعليقك عليها باعتبارك مباشرة من ندوة جيتنا لهنا. والله تعليقي، ما شفت الاخبار نتاع تهريب نتاع الملاعبيه ونتاع الملاعبيه الصغار من النجم الساحلي ومن غير النجم الساحلي، طغت على الساحه الاعلاميه وعلى الساحه الرياضيه، وشفنا الجمهور وشفنا المسيرين متقلقين من الظاهره هذه. احنا عندنا 6 اشهر في التسيير، ظاهره جديده ما كناش على البال، دونك شفنا من الاحسن اتصلنا بالوزارة شباب الرياضة وبالاخوان رؤساء الجامعات، عرضنا عليهم الفكرة، كانت فما ترحاب، كان فما معنى تشجيع. نظمنا الدائرة المستديرة هذه ولا الطاولة المستديرة باش استدعينا فيها كل الأطراف، استدعينا فيها حتى وخيان من بعض الجمعيات الكبار اللي هما زاد الظاهرة هذه قادت مس فيهم. الحق كان جمع كبير موجودين، شفنا اعطينا حتى بسطة عينية لبعض الملاعبية اللي صار تهجيرهم وكتجربة فاشلة، حبينا انه يجي يعطينا يقول لنا شنية صار وكيفاش كانت الظروف متاع التحويل متاعه وعلاش التجربة فشلت، وباش الخيان والملاعبية الصغار يقتنعوا اللي هل حضارة هذه ما فيهاش معناه فيها بعض الإغراءات المالية، ما الظروف المعيشية صعبة وظروف الإقامة صعبة وظروف معناه الدراسية صعبة. وبعد آخر خذات الممثلين تاع الجامعات الكل تكلموا والخيان في القاعة، بعملنا بشينا في إطار معين أنه يعطيوا بعض الاقتراحات، والندوة مازالت متمادية للوقت الحاضر، وإن شاء الله يخرجوا بقرارات اللي تنفع الرياضة التونسية بصفة عامة. هل الندوة هذه اللي كان حاضر فيها كما قلت أنت رئيس الجامعة السيد كريم الهلالي وممثلين عن وزارة الشباب والرياضة عن بقية النوادي كما قلت وأيضا بتبيع النجم الرياضي الساحلي، سيري ذا جت في ظرف يعني من نجموش ما نقولوش ما هوش مربوط، هو مربوط بحكاية مصباح الصانعي وقت اللي غادر النجم الساحلي في ظروف غامضة، صارت ضجة عالمية كبيرة، خذا منعرج كبير الموضوع نتاعو. لو كان نرجعوا للقضية في حد ذاتها اللي تقريبا اللي وعدت به انت عملته ساعة في الاخر لانه الملاعب يرجع لليتوا، هذا اللي نحب نقوله. ضجة كبيرة والنجم كان فيها مظلوم، المسيرين نتاعو فيها كانوا مظلومين. نظن للي معنا كلمنا برشا وفسرنا برشا واعطينا راينا كهيئة مديرة، والرب ينصفنا انه الملاعب يرجع لتونس ورجع يلعب مع النجم الرياضي الساحلي ويتمرن، ورسلنا الجامعة باش ناخذوا قرار باش نحن نكونوا محكمين ونفهموا الوضع بالضبط، يلا نرى هو مؤهل ولا مش مؤهل لانه موقع في عقدين. وجانا رد رسمي من الجامعة التونسية لكرة اليد اللي مصباح الثاني مؤهل باش يلعب معانا في البطولة. تحاورنا مع الملاعب وفسرنا له الموقف نتاعنا، وامام معنا الواجب الوطني وامام مصلحه قوميه ظهر لي في هالوقت الحاضر، في وقت بعد الثوره احنا قاعدين نبنيو في بلاد جديده ونبنيو في مستقبل جديد، نسكن نخليو شويه على ارواحنا ونؤمنوا بالمستقبل وان شاء الله فمك الخير. باش جاوبنا على سؤالي سي رضا بكل وضوح بعد البيب، ثماش عبره من الحكايه هذيا وثماش تحقيق صار وثمش اطراف معينه كان عندها دخل في الموضوع هذا بعد البيب. جول تحيه كذلك لجماهير النجم اللي تتابع في الحصه من خلال باج اوفيسيال نتاع باور اساس واللي زاد ايضا قاعدين يتفاعلوا مع الحصه. نرجع لك سيري ذا، والسؤال كان واضح، قلت ثمش استنتاجات، ثمش تحقيق صار، لانه برشا كلام في الموضوع هذايا، فماش مسؤولية تتحدد
لانه تدخلك انت كان في الوقت المناسب، ولكن ربما يقول قائل لو كان ما تدخلش رضا شرف الدين، لو كان ما دخلتش الجامعه، الملاعب هذا راه يلعب توفيق قطر وراه ربما حصل اللي ما كانش في الحسبان. والله بيني وبينك النجم حسب قناعتي والنجم نهني به الجمهور ويلزم ياخذوا فكره صحيحه اللي ما صار حتى معنى نقاش ولا حتى ديسكوسيون ولا حتى مزايدات الا اني ما كنتش على علم بها درجه بدرجه. كل ما صار تطورات موضوع مصباح الثاني اللي قلته من المره الاولى هو هكايا اللي صار، انه صار فيه عرض رسمي اتصل بي نائب الرئيس وكلمني قال لي العرض الرسمي وصل، اعطونا مبلغ معين، طلبنا مبلغ اخر، رجعونا مبلغ بيناتهم احنا طلبوا واعطونا 100,000 دولار، طلبنا 170,000، اعطونا 140,000، خذينا القرار باش نتصلوا برئيس فرع كرة اليد وبالمدرب وبالخيان الكل، ترقبنا في حدود 12 يوم او 14 يوم حتى المسؤول الاول يروح من الخارج عن طريق سي محمد المليح، وجانا الرد بالاجابه. مشينا احسن واللي نجم نقولوا اللي مصالح النجم كانت مراعاه، وكان النجم من الصفقه هذه مش يربح منها ومش ياخذ منها، خلاف الصفقه نتاع الصانعي كان مش يربح منها برشا فلوس وكان مش يربح منها برشا حوايج حتى مستقبليه، لانه كان معنا كونترا كادر في جميع المجالات للبنيه التحتيه وتعامل وكذا وكذا، والصفقه نتاع الصانعي كانت مربوطه بالاشياء هذه. دخلت الجامعة وفسروا لي اللي مصباح الصانعي اللي هو معنا ملاعبي من الطراز الرفيع واللي الفريق القومي معول عليهم برشا وما يحقش معنا ما يحبش اللي يحبوا يتحول حتى كمشي يمشي اكسبيريونس بروفيسيونيل يمشي لاوروبا احسن، لانه مستوى احسن في اوروبيا في اوروبا والفريق القومي يستفاد منه اكثر. نزول النهار النداء الواجب، رغم اللي النجم الرياضي الساحلي في الوقت الحاضر 140 ألف دولار مش يجيبوا الجمعية في حدود 220 ألف دينار، الفلوس الكل اللي وعدت بها رئيس الفرق أن الكل تقعد على ذمة فريق كرة اليد، وطلبوا مني باش يصير أنه انتدابات، أن عملنا الانتداب الأول والانتداب الثاني، ورغم رجوع مصباح الثاني الانتدابين الزوز صاروا، وإحنا ما حناش راجعين لتالي ونحاولوا قدر المستطاع ان ندعموا في الفريق وندعموا في فريق كرة اليد. دونك بالنسبة لي اني الاستنتاجات واضحة في الصورة، ما عندي ما نستنتج لاني اني نتابع في الموضوع من اول خطوة بخطوة. شنو الاستنتاجات اللي مصير؟ مسار حد شيء وراء الستار، مسار شيء وراء ظهري، كل شيء كنت نتابع فيه بنفسي، الحوارات الكل كنت نتابع فيها، فما حتى استنتاجات. الاستنتاجات الوحيدة أنه فعنا بعض الناس قاعدة الظهر الكبيرة واللي قلقتني أكثر واللي قلقت فريق والنجم الرياضي الساحلي هي هروب الملاعبية الصغار. مصباح الثاني ماهيش مشكلة، حتى كان مشى وصحح في عقد، النجم عنده مخزون كبير ينجم يعوضه، وهك شفته إلى الآن ومشى تحول للبنان ما غير لي زانترناسيونو بملاعبية جونيور، والنجم شرف تونس وشرف فريق النجم الرياضي الساحلي أحسن تشريف، وكانت المشاركة نتاعه في الدورة هذه في لبنان في ظروف صعيبة كان معنا مشاركة أكثر من طيبة وأكثر من مشرفة. دونك المخزون موجود، والوليدات الصغار اللي احنا معولين عليهم واللي هم مخزون واللي هم مستقبل النجم الرياضي الساحلي اللي نهني به الجمهور بطريقه عامه، انه النجم عنده مخزون ومخزون كويس، الا غششنا ولا خوفنا ولا خلانا نتصرفوا ونناديوا لها تظاهره، هي انه في ظرف 7 ولا 10 شهور انه 10 ملاعبيه من الوليدات الصغار نتاع النجم الرياضي الساحلي يتم تحويلهم الى الخليج. المشكلة انه حتى كمسؤولين وكمؤطرين وكمربين انه الوليدات حتى في حسب الندوة والحسب ما خرجت وحسب ما فهمت ان الولاد تقرأ يخرجوا من هنا من سوسة انه يقرأوا، احنا الدراسة نتاعنا بالفرنسية وبكل يمشيوا الدولة خليجية اللي الدراسة كلها بالانجليزية ولا كذا، ناس تخرج 14 او 15 او 16 سنة في طور الدراسة حتى الدراسة ما يضمنهاش، حتى في صورة ما ينجحش معنا كرويا حتى يخسر من جهتين، معنا هذايا عندنا مسؤولية. وعلى هذا الاساس اللي خرجت به اني من الندوة هذه، انه احنا كهيئة مديرة يمكن مقصرين مش ناخذوا هالإليت
ومش نحاولوا نتصلوا بهم اتصال مباشر ونتصلوا بالاباء نتاعهم وبالعائلات نتاعهم ونحاولوا قدر المستطاع نفسروا لهم حسب المعلومات اللي جاتنا وعلى حسب الشيء اللي عنا باش قدر المستطاع باش نراعيوا لهم حقوقهم ونفسروا لهم الوضع. وزاد كان توانسه الكل احنا 11 مليون كان كل حد مشي على زو سوردي مش يحاول يبيع البلاد ويبيع الجمعيه ويبيع كذا وكل حد يخمم كان في مصلحته. مش اطار قانوني يحمي الجامعه سعية ووزارة الإشراف سعيين وأنا مقتنع اللي في أقرب الأجال إن شاء الله يلقاو الإطار القانوني اللي مش يحمي البلاد ويحمي الجمعيات هذه. واضح. ناخذ شوية تليفونات سريدة وبطبيعة في كل مرة نجبدوا ملف من الملفات ومعنا حاتم من طبلبة. مرحبا بك خويا حاتم. مرحبا.